واش ممكن نكملوا الدوره ديالنا؟ لان الدوره اللي راه الدوره تاع التحاس. نكملوا النقاط ديالنا وحنا هنايا حتى نناقشوا كاع الامور اللي بغينا نناقشوا نناقشوا. اذا نمر للتصويت على القانون الداخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السيد الباشا، السيدات السادة المستشارين المحترمين، بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بالنظام الداخلي، نعبر كفريق الأغلبية داخل هذا المجلس أننا مقتنعون بمضاد ما جاء في النظام الداخلي. فمن لم يكن له أي تدخل في هذا الموضوع، أظن السيد الرئيس نمر مباشرة بالسويس. إذا سمحت السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس المحترم. في إطار المساهمة ديالنا في هذا النظام الداخلي كما تقدمتم به، ولكن أنا أرى مشروع النظام الداخلي. أعتقد بأنه اليوم سيد الرئيس من حسنات هذا المكتب، بغض النظر عن الشكلية التي أعتقد بها نفسي إليها، وأنه الحمد لله عندكم خمسة ديال الأعضاء على ستة أقدام، فبالتالي زائد التجربة اللي كنت سيد الرئيس السابقة، فبالتالي زعما كيولي العمل مطلوب أنه يكون مجود بشكل أكبر بشكل أكثر. والحمد لله معكم تبارك الله جوج ديال الأساتذة المحامين، فهذا يعني يعطي أكثر صبغة تجويد ديال هذا المشروع. فكنحب قبل ما ندخل الامور الشكليه، انا اعتقد ان بالنسبه للموظفين الذي يديروا هذا المشروع نظام داخلي ما كنتكلموش غير مع حضاريه او شي شيء، لان الامور الشكليه كيدرس انا في لاباج دو كارت، لان المحادثه ضروري الامور الشكليه ما غاديش نوقف فيهم. فقط عندي مجموعه ديال الملاحظات اتمنى ان يتم على الاقل تجميعها في المحضر. انه في المشروع النظام الداخلي تحدثتم عن الفريق، كنتكلم على 15، تحدثتم على الفريق، ولكن للاسف ما كاينش هناك في هذا المشروع اي تفسير للفريق. كاينش دابا نقول لا هو الفريق، لا الفريق، واش الشخص، واش جوج، واش واحد، اذا نهضر على الفريق جوج ابارتير دو كيل نومبر دو مونبر، شحال العدد ديال المونبر نقدروا نهضروا على الفريق. كاينين البارح انا كنت في المجلس ديال الجهه، وفي مشروع القانون الداخلي ماده تتحدث عن تعريف الفريق، اللي ثلاثه مثلا نقولوا خمسه راه فريق، فبالتالي الفريق اللي فيه غير جوج او اللي فيه واحد كنقولوا هذاك ممكن حتى هو كنديروا له الصيغه ديالو، وكنقولوا له ممكن يتجمعوا جوج او ثلاثه ويكونوا فريق. فهنا الحديث على فريق دون 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 تعريف، وكنظن هادشي كنا ربما التوجهات السياسيه كاينه، ولكن ربما نكون عطيتو للاساتذه ان سيجول بشكل كبير حوليا المشروع هذا. المقترح الثاني، المقترح هو اننا نحددوا هنا في المجلس، نزيدوا ماده ونحددوا العدد الفريق، ديروا ثلاثه مثلا، ديروا اربعه، ولكن انا نهضر معكم ما عنديش مشكل، المجلس سيدو نفسه، انا كنهضر غير باش ما نمشيوش في هذا المجلس وصرتوا في هذا المكسب للعدد الاعضاء ديالو تبارك الله كبير، ونمشيو بهذ الامور هذه اللي السيد العام اللي استشار على الكميه فيها نواقص. الماده 18 يتحدث عن يجوز لرئيس المجلس طرح الاجابه عن الاسئله الخارجه عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، هادشي مزيان، ولكن انا افضل في المقترح ديالي ان نزيدوا وتبليغ المعني بالامر كتابه قبل الدوره ب
يوم 3 ايام او 10 ايام. هذا الامر يتعلق بالاسئله الكتابيه واللي حددها القانون الحضري 13/14. النصيه هو ان العضو يحط سؤال كتابي، ولكن ما كاينش في القانون الداخلي بانه يتلقى جواب. مادام كيقول بانه لا يتلقى جواب والعضو هو اختصاص المجلس، خاصها تكون كتابيه معلله كيف ما كاينه في امور اخرى. وتدبير المعلومه كتابه قبل الدوره وتديروا 10 ايام ديروا وتديروا 3 ايام ديروا، غير ما تكون شي حاجه مكتوبه، ما يبقاش العضو حاط كيقول بانه راه غادي يجاوب وثاني تفاجئ نهار الدوره بانه ما غاديش يجاوب. النقطه 25، النقطه 25 يقدم الرئيس عند بدايه كل دوره، هذه المقترح الثالث، يقدم الرئيس عند بدايه كل دوره تقريرا اخباريا مكتوبا او شفهيا يوزع على اعضاء المجلس حول الاعمال التي قام بها دون مناقشه. انا اعتقد من 25، انا اعتقد انه لمزيد من الشفافيه ولمزيد من وضوح وللمزيد من التواصل. تسمعني؟ لمزيد من التواصل. لمزيد من التواصل ولمزيد من الوضوح قدام المواطنين، انا نحيد لك الاخباريه المكتوبه، خليو غير شفهيه. لا بالعكس، حنا بغينا نعرفوا اشنو دار وبغينا نعرفوا اشنو كيدار، خلاف اللي ما كان عليه في المجلس السابق حينما قيل فقط كتابيا. انا كنقول يكون كتابيا وشفهيا مزيان، ان المواطن يعرف اشنو كيدير السيد الرئيس في الانشطه ديالو. هذا غير هذا المقترح. زائد المقترح الثاني المرتبط، المرتبط بنقطه كنت اراها في المجلس السابق تناقضا مع القانون الحضري 13/14 وهي الإحاطة علما، ولكن كنت أراها متناقضة في شكلها، لأنه كما قال الرئيس مبيلا ملي كتبدا الدورة وكتبدا تناقش في الجدول ديال الأعمال ما خصكش أنك تجبد نقاط نقاط. فأنا أقول بأنه الملاحظة ديالي إخوان هذا الشيء كان في الدورة في المجلس السابق، والآن تم إزالة النقطة ديال الإحاطة علما، لا أعرف لماذا. أنا أقول نؤثرها قانونيا في إطار أنه نقولوا قبل بداية الدورة، وديك الساعة كتولي صالحة وكتولي ما تناقضاش مع القانون التنظيمي 113/14، وبطبيعة الحال خليوها الإحاطة علما في الأمور المستجدة المرتبطة بقضايا الشأن العام. ولكن إذا بدأت الدورة لا يحق لأي عضو أنه يقول لا أحيطكم علما، الشيء اللي كان في القصة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مادة 26، يعرض الرئيس النقطة المدرجة في جدول الأعمال المناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس، ماشي بالضرورة من الرئيس. حنا عشنا التجاري، راه التجويد ديال القانون الداخلي، مشروع القانون الداخلي مرتبط بالتجاري، إما من الرئيس ما كاين حتى مشكل، أو من أحد أعضاء المجلس ولكن بعد موافقة المجلس. حتى واحد المجلس يقول له السيد الرئيس راه كانت كتوقع لنا وكنا كنمشيو بها، كنا كانوا كديروها كاع المعارضة كانوا كيديروها. السيد الرئيس الله يخليك، عندنا ملاحظة، واش ممكن هذه النقطة لسبب أو من الأسباب؟ وديك الساعة كنتخدمها زعما كتزاد أو بأحد من أعضاء المجلس، ولكن بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. المادة 31، أنا جاتني في المادة 31 واحد تناقض مع المادة 21. المادة 31 فيها إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء، جلسة للرئيس بعد موافقة أغلبية الحاضرين، رفع الجلسة مؤقتان، يحدد الرئيس بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين مدة رفع الجلسة، مع أن في المادة 21 كاين تحديد ديال مدة رفع الجلسة. باش ما يكونش هناك تناقض. المادة 43، المادة 43 كاين واحد النقطة، يمنع منعا كليا على العموم استعمال الهواتف النقالة لتصوير الجلسات. أنا أتساءل لماذا؟ شكون دليل على هذه النقطة؟ مع احترامي للمقترح، إذا كنقولوا الشفافية وكنقولوا الوضوح وكنقولوا أننا نتواصلوا مع الناس، إما غير نقللوها ان الواحد اللي بغى يصور يطلب الاذن من عند الرئيس، ما كاين حتى شي مشكل عند السيد رئيس المجلس، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن باش نمنعوها كنقول يمنع، زعما لا اراها صحيه من باب التواصل مع عباد الله. واضيف امرا ثانيا، هو انه علاش لا نكونوا اول مجلس، واخا زعما كانت عندنا مبادره في المجلس السابق في الاغلبيه، ولكن لم يتم الاخذ بها في القانون الداخلي عند تغييره، اننا نزيدو البث المباشر. مقترح البث المباشر السيد الرئيس، المواطنين ما يعرفوا شنو كنديروا، المواطنين يعرفوا شنو كيدار، يعرفوا شنو كيدار الاغلبيه، يعرفوا المواقف ديال المعارضه، يعرفوا واش
عمل مجدي ديال الاغلبيه ويعرفوا واش معارضه من اجل المعارضه ديال المعارضه. دونك كنكونوا واضحين مع الناس وديروا البث المباشر كاين واحد العدد ديال المجالس ونخليوها للتاريخ باننا اول مجلس جماعي نقول واخا كانت مبادره في المجلس السابق وتما ما نتخرجش فيها كنا بغينا ولكن المهم ما كانش عندنا هذا الوقت. دونك انه يكون هناك بث مباشر ما اعتقد انه انا تحسب لا كمجلس الا مشينا حتى درنا القضيه ديال البث المباشر ونكونوا اول مجلس العمل هذا السكارة تمارا دار هذا الشيء وديك الساعه ما ربما ديال المكتب وما يحدد اختصاصات ديال اللجان مع التنافي بيناتهم مع التناقض بيناتهم. اختصاصات ديال اللجان ليس اختصاص تدبيري هنايا كاين الا شفتوا هذه الماده 44 كاين بزاف ديال الاختصاصات هنايا تدبيريه. واش اختصاص ديال اللجنه ديال الخدمات السياسيه الاداره العموميه شكون يقدر يشوف هذه الاخوان خمسه ديال الاعضاء كاينين في المكتب. كنعمر اللجان كيديروا اختصاصات تدبيريه، اللجان كيديروا اختصاصات تشاوريه وكيديروا مقترحات انا معاكم وكيديروا دراسه ديال المشاريع نتفق معاكم. ولكن ما يجيش شعور بالنسبه لي هنايا بانه من اختصاصات ديال اللجان هو تتبع التحصيل ديال المداخيل. هذا اجراء اداري، هذا اجراء تدبيري، ماشي اجراء ديال ماشي ما خصهمش يدخلوا للاداره اللجان. وربما الاخوان الاعضاء يعقلوا بانه كان واحد الصداع وقع واحد المره على واحد رئيس لجنه غير مشى مع كاليون، مشى مع كاليون، دار والو مشى مع كاليون. اليوم نؤسسها في التضارب مع القانون القدري 13/14. رجعوا السيد رئيس لجنه الميزانيه والبرمجه والماليه في النقطه السادسه تتبع تحصيل المداخيل الجمعيه مع العدسيين وعلى الضريبه الجويليه. تتبع التحصيل ماشي من اختصاص اللجنه ديال الماليه. ايضا لجنه المرافق العموميه النقطه الثانيه تحدثتم على صيانه شبكه الاناره العموميه كايناش الاخوان سطحي. تعميم التزود بالماء الشرب كايناش هادشي ماشي ديال اللجان. الا كان شي مشروع يهم هذا والدراسه ديالو وي ولكن الاجراء التقني اداري علاش حق اللجنه انها تدخل في ما هو تدبير وما هو الى فقط عند الرئيس والساده النواب. صيانه وتعميم شبكه الصرف الصحي انا ما عرفتش شكون اللي تسال هادشي. صيانه وتدبير مواقف السيارات خصو يتحيد واعتذر على هذا. النقطة الثالثة دونك ربما قيدوا الإخوان هادشي في المحضر. النقطة الثالثة لجنة التعمير بينما نحن في الدار 44 لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب دراسة وتتبع ملف تسميم التهيئة. ما عرفتش الصراحة علاش بدا في هكا، حنا عندنا ملف تسميم التهيئة كاين وراه مشى للمصادقة شنو هو مشى للمصادقة مشى للإعلان في البلد في سميتها الجريدة الرسمية ما عرفتش الصراحة علاش داروا بها. كاينه الاخرى صيانه المقابر، المقابر ماشي اختصاص ديال دونك الله يخليكم هادشي رجعوه للنائب المفوض قولوا شي عباره اللي ما كتهضرش على الصيانات مثلا دراسه مشاريع صيانه المقابر على ريكور مي صيانه المقابر خليكم غير واخا. النقطه الرابعه في الماده 44 لجنه الشؤون الثقافيه وهي الاجتماعيه الثقافيه والرياضيه إحداث فضاءات الاستقبال والعمل الاجتماعي، ما كاينش، ليست اللجنة من تحديد، اللجنة تقترح، ماشي تحديد، تهيئة المؤسسات الثقافية، الإخوان هذا راه مشروع مقترح ديال الأغلبية، ولكن اللجنة تصوتوا عليه راه غنولي ديالنا كاملين، وكلنا غنوليو مسؤولين عليه، دونك هادشي باش اليوم كنهضر على مقترح، لأنه كيقيسنا جميعا، أنا واحد الجملة هنا، أنا واحد الجملة الصراحة والله ما فهمتها، وبغيت الإخوان اللي اقترحوها يقولوا لي. ماذا تقصدون بتنمية الحركة الاجتماعية الجمعوية؟ أنا ما فهمتش هذه الجملة هذه زعما ما عرفتش شنو هي تنمية الحركة الجمعوية مع أن كاين نقاط مرتبطة بالعمل الجمعوي من الحركة الجمعوية اللي مو أسوسياتيف ما عمرني سمعت أنا هذه العبارة هذه في حياتي يشرحوا لنا الإخوان ما معنى هذه الكلمة لأن إذا شفتي النقاط اللي من النقطة اللي موراها العمل على دعم كل مبادرة وخطوة الضمير لتشجيع العمل الثقافي والمنشط الرياضي في الجامعة جيدة مزيان المساهمة في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية للنهوض في اطار المقترحات مزيان ولكن هذه الحركه الجمعويه ما عندها لا لجنه التعاون والشراكه واعلام التواصل ذكرتم النقطه الرابعه لكن هذا كثير سهوا منكم من الاخوان اقتراح وسائل ما عرفتش انا هذه الجمله شنو كتعني بها. النقطه المراه اللي اتساءل عليها يبقى المسؤول الاول عن الموقع الالكتروني للمجلس هو رئيس اللجنه ويتوفر على الامن السري. هذا ماشي الجمله ما جاتش في السياق ديال الكرسي دابا من الاختصاصات ديال اللجنه. قولوا اللجنه هي
وضع مقترحات تجويد الموقع الإلكتروني كما نسموها، ولكن هكا في جملة الفعل يبقى المسؤول الأول عن الموقع الإلكتروني ثم صرح أنها تبدل. ثم صافي النقطة المادة 51، المادة 51 جبتوا أيضا في آخر الجملة من الفقرة الأولى، هذا الجدول يعيد هو رئيس المجلس بالتشاور مع أعضاء المكتب والمدير أو المدير العام المصالح. هذا المدير أو المدير العام المصالح جاءت في المقترح ديال وزارة الداخلية في المشاريع المقدمة للجامعات المحلية في صيغتها النموذجية. أنا ما كنهضرش على صيغة النموذجية، كنهضر على جامعة سكرة ما عندهاش مدير العام المصالح، عندها مدير المصالح. كنظن تعاودوا تصحوها شي شوية، كاين شي مدير العام كاين مدير. ثم المادة 74، المادة 74 تحدثتم عن يعين الرئيس مقرر للهيئة، ما عرفناش شكون الرئيس، واش رئيس الهيئة ولا رئيس المجلس. كنهضروا على، أعتقد بأنك تتكلم هنا على رئيس الهيئة، الله تعالى أعلم. لأن في المادة 75 فيها يوفي رئيس المجلس، فأنا تحدد شكون هو رئيس المجلس، فهذا خلكم باش ما يكونش خط اللي عاد أو ساهم في إعداد هذا القانون أو هذا المشروع، هذا المشروع أنه ياخذ بعين الاعتبار. صراحه احنا ما بغيناش مشروع قانون داخلي يكون على قد الحال، تبارك الله كاينين كنقول خمسه ديال الاعضاء اقلام، بالضروره ما معذورينش، بالضروره خصو يكون مشروع مجود. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين وعلى أهل وصفين سيد الرئيس، سيد برشا، سيدة النواب، سيدة المستشار المحترم. نشكر السيد المستشار من حزب عدالة وتنمية على ملاحظاته لتجويد مشروع القانون الداخلي، وهذا واجب عليه وواجب على جميع المستشارين بالإضافة ديالهم هذا المشروع. لأننا داخل المكتب والأغلبية سهرنا على إعداد هذا المشروع ولتذكير فقط مجموعة من المواد التي تحدث عنها السيد المستشار المحترم. التبلوغ نسبة 90%، وأنا عندي القانون التنظيم، عندي النظام الداخلي ديال المجلس السابق. كاين فقط تغيير في السياق، ولكن أغلب المضامين هي التي كنت أشتغل بها السيد المستشار في المجلس السابق حينما كنت تركت. ولهذا اليوم نحن كأغلبية نتمم المجهود الكبير الذي بذله السادة أعضاء المكتب لإعداد هذا المشروع. وأذكر أن هناك هيئة اسمها السلطة التي تقرر وتؤشر على مقررات المجلس. أنا أدعو السادة أعضاء المجلس للتصويت بالإجماع على هذا النظام الداخلي وللسيد العامل كامل الصلاحية القانونية لرفض للتأشير على هذا النظام الداخلي أو رفض هذا النظام الداخلي. وإذا لم يؤشر عليه وفق الأحكام القانونية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجامعات المحلية من 2014، آنئذ يمكن أن نعقد دورة استثنائية وأن نعيد صياغة هذا القانون وفق الملاحظات التي ستقدم لنا من طرف السيد العامل. ولذا أدعو السيد الرئيس إلى المرور مباشرة إلى التصويت، لأننا السيد زمان، إذا سمحت لي السيد زمان، كنظن نحن الآن بصدد مناقشة القانون اجتمعنا حوله، وهذا تعبير ديال الأغلبية. فلننظر مباشرة للتصويت وننال السيد العامل وفق اختصاصات ديالو كامل الصلاحية للتأشير أو عدم التأشير على النظام الداخلي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيدة المستشارين العموم، من التفاعل مع السيد المستشار الفقيهي نعتبر أنه فعلا ذكر بخصوص بعض الملاحظات التي أثرها فعلا هذا المشروع. مسألة تحديد عدد الفريق هي فكرة جيدة، نعتبر أنه يجب الشرق قد واحد الفريق بعدد ديالو. بالنسبة للمسألة اللي كنت فيها واحد تناقض على مستوى المدة ديال 10 دقائق، لكن ما فيهاش إشكال.
هذا اللي كنظن على انه جوج ديال المقرر بعجالة النتيجة اللي كنظن على انه تحديد فارق ثلاثة او جوج من ماشي اشكال بالنسبة لهذيك المدة غير ربما صحيح ديالها هي 10 فقط. شكرا. ونفرضوا كاع جيتي وقلتي العام اللي فات ديك المره خدمتي فيه وكنقول لكم ماشي هادشي لا كاين اسي حنا خدمنا ديك وكان خطا ما نجيش شويه ما نجهدوا اليوم نخليو التناقض مع الماده 66 غادي نصيفطوا السيد العام نقولوا له اجي اشر في تناقض مع الماده 66 وحنا قادين اليوم اننا نصلحوا اليوم ظروفنا احسن اليوم كفاءتنا اكبر اليوم التواجد ديالنا في المجلس ديال الناس اليوم كبر اكبر من واجبنا ما عندناش العذر اننا خاصنا نقلبوا والعام اللي فات عندنا محامين وفرق الله عندنا جوج واليوم عندنا كنهضروا على 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 ثلاث رؤساء اللي دبروا في المجلس اليوم عندنا اربعه رؤساء اللي دبروا في المجلس دونك علاش ما نجودوش العمل علاش نمشيو في اطار التناقض ونقولوا لا خليه لنا خدمنا ليه ما كنهضروا غير هضره ما نجودوا باش نخليوها كنخليوها هكا وتتصيفطوا العام في تناقض مع السنه 66 غيكون ذلك ما عليه حتى اشكال. شكرا سي العام. شكرا سي الرئيس. بغيت نقول لك بلوج 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 النظام الداخلي هو تحديد عدد أعضاء الفريق ونبدأ من عضوين فما فوق مستشارين فما فوق يشكلوا فريق لأنه عندنا بزاف ديال الفريقين مختلفين يعني الفريق انطلاقا من مستشارين فما فوق هذا هو التعديل الوحيد اللي عندنا السيستم إذا كان ممكن سي داود إذا كان ممكن تسجلوا التعديل في المادة 15 باش نصوتوا عليه الماء نعم السي الجملة واحد
سعدي اللي جاب لي سيد 15 في ماده 15 يرفع الفارق. انا لقيت التعديلات ديالي هذا وديال لقيت التعديلات ديالي كاملين. لا لا غير الملاحظات ديالي ما عنديش مشكل. هو يرفع لهم كاع عليها 17 أنا وفيها الإمكانية ديال أنه أكثر من هيئة سياسية أنها تجتمع في فريق واحد. إذا بدا 15 نزيدوا واحد الفقرة موالية وممكن أن يتكون الفريق من عضوين تنفاضل. وبالنسبة لبعض الأخطاء اللي كانت في الشكل يعني ممكن تزيد تدرب وتزيد على الصح. إذا نمر الآن إلى التصويت. تفاعلنا معنا أنا كنا نهضر مع الرئيس. أنا كنا نهضر مع الرئيس. نهضر مع الرئيس. عامل سجيد. تفضل سمعت الجامعة. هو الناس اللي غتكون عنده اعتماد عنده بطاقه كنعرف انا واحد صحابي او واحد عنده ما يبين انه له الحق بالتصويت الساعه مسموح ليه لكن المسطره ديال انه يتقدم السيد الرئيس بعطاء مسطره معينه ويدخل مع المرحله ديال ماشي دونك بطاقه الاعتماد ديال الوزاره شوف الاعتماد ديال رئيس المجلس ملي تنقول واحد الانسان عنده الحق يصور راه غيجي عند السيد الرئيس غيدير طلب وانت غتقول له وتعيب اللي كتخول له الحق في التصويت او الحق في النقد ديالو فيما يتعلق بواحد المساله اللي شرحت في اطار الماده 66 باش نتفاعلوا مع رشوة الدكتور في النقاش راه ما يمكنش تناقض السيد المستشار باعتبار على ان اللجان راه القانون التنظيمي للجامعات ينظم ويحدد الاختصاصات ديالها بالتالي فها الاختصاصات اللي نقولوا الان هي ماشي امور تدريبيه للسيد بالعكس هذا راه مخالف للقانون وكيتقول ان كل ما يتعلق بتلك الاختصاصات يمكن ان تناقش داخل اللجنه من اجل المناقشه وابداء الاقتراحات. شكرا سيد الرئيس. نظن على السيد صافي
صدق مجلس الجامعة الأدبي مطلقا الأصوات موقعاً عنها على النظام الداخلي. إذا سمحتوا الإخوان نمر الآن للنقطة الثانية وهي تعيين مندوب الجامعات في مؤسسة التعاون بين الجامعات.